نقطتين بسرعه. طبعا. النقطه الاولانيه متعلقه بفكره التلوث بصفه عامه، وانا عارف حضرتك معني بالملف ده، بس ده الملف الاصعب في رايي اللي هو فكره تلوث الهواء. أيوة. وهتعمل ايه في ملايين السيارات اللي عامله كذا ومش عارف ايه. بس هو انا طول الوقت بقول ان البيئه، حضرتك عندك مشكله انه فرضك للقانون لسه محتاج دعم من الدوله. يعني انا سمعت، وحضرتك اكيد عارف القصه دي، ما فعلته فرنسا لما عملت بعض المعايير في الفتره الاخيره، لقت ان في زياده في نسبه تلوث الهواء، فخلت الحكومه الفرنسيه قرارات صارمه التزم بيها الناس، قالت لهم مش عارف العربيات هتمشي ايه، مش عارف ايه الارقام الزوجيه هتمشي كذا كذا، قالوا لها اصل حريتنا، قالت لهم مفيش حريه مع المصلحه العامه. حضرتك للاسف ما تقدرش تعمل ده كوزاره بيئه. بص يا فندم، باريس في الفتره اللي فاتت حصل لها السحابه السوداء، تمام، وهم عاملين في حاله الكارثه او الازمه البيئيه في اجراءات هتتعمل متوافق عليها كويس، وما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار. ما يعني هي دي الفكره كويس. احنا عندنا هزار كتير، احنا وده مش نقد لحد، يعني يعني ماشي. يعني انا بحب اتكلم يعني طبعا. ولا اقصد تمام. احنا عندنا في قانون مرورنا ان السيارات اللي مر عليها 20 سنه ما تترخص المفروض كويس، لكن البعد الاجتماعي بيفرض نفسه صح كويس، فتلاقي عربيه موديل سنه 61 ماشيه في الشارع. ومن هنا التريد اوفز، المبادلات اللي بتختلف ما بين دوله ودوله بحسب مستواها السياسي ومستوى التكنولوجي ومستوى الرفاهيه. فوزير البيئه في الحالات دي بيعمل ايه؟ بيحاول يوصل الى احسن سياسات قابله للتطبيق. ما انا ممكن اطلع واعمل بطل ممكن واعمل انا بقى، لكن هل الكلام اللي انا بقوله ده قابل للتطبيق ولا انا كلام سياسه ومع احترامي واعلام وكده؟ انا احب الصراحه والواقعيه. كويس. احنا شغالين في كذا حاجه، احنا عندنا خطه متكامله لم تنفذ من سنه 2004، من مشروع كبير كنا كلنا شغالين فيه في الجهاز، اسمه مشروع تلوث هواء القاهره الكبرى. من اول الوقود مفهوم الى المرور مفهوم، بنبدا دلوقتي نحييه. وبشر حضرتك ان في شاشه اتحطت في التحرير صحيح، وهنعلن للناس بيانات تلوث الهواء في كل محطات اللي موجوده، مصر الجديده، عين شمس، وبانديكيتر احمر واصفر واخضر، عشان احنا مش هنخفي حاجه، لكن هقول لك احنا بنعمل ايه. لا هو هيبقى محمر لفتره طويله كوي. والله يعني هيبقى محمر، هتبقى سبرايز لحد ما احنا ثقافتنا، لان مشكله الاتربه تتغير وصلاحياتكم كحكومه في فرض القانون تتغير كمان، ونعملها بحوافز، ندخل السيارات الكهربائيه ونغير ونعمل حوافز الجزره قبل العصا. بالظبط بالظبط، نبتدي بالجزره قبل العصا بالظبط كده. انا بشكر